في عالم الشطرنج يدور صراع متواصل بين قوتين متعارضتين، النور والظلام. وقد شكلت الدولتين ميثاقاً. كل عامين تجري معركة ذكاء خلال 90 دقيقة. تستخدم مباراة الشطرنج أعضاء عشوائيين من كل مملكة كقطع شطرنج. أمي، تعالي إلى هنا. المملكة التي تفوز بهذه المعركة سوف ترث الثروة المادية وجزءاً من الأرض من المملكة الأخرى. تحتفظ هذه الكائنات بذكرياتها ومواقعها للمباريات اللاحقة. على سبيل المثال، إذا نجت ملكة فإنها تظل ملكة في اللعبة التالية. اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يحصل على فرصة أن يصبح الملك في المعركة التالية. ملكهم الأناني والجبان ثيودور يخسر المباريات عمداً للحفاظ على سلطته وعرشه. إنه دائماً ما يؤخر ويضحي بالفرسان والقلعة أو حتى الملكات لتجنب الهزيمة، وخاصة أنه يستسلم في كثير من الأحيان قبل انتهاء المعركة. من يضحي في اللعبة يفقد ذاكرته ويعاني من جروح عميقة. أمي، سوف أنتقم لك. لقد مرت 10 سنوات منذ أن حققت مملكة النور أي انتصار. آيسلا، وهي من عامة الناس، ولدت ونشأت في مملكة النور. نشأت في فقر وشهدت مصاعب شعبها، وهي عازمة على الإطاحة بثيودور وتصبح الملكة الجديدة. إنها غالباً ما تثق في بيزلي، الملكة والملكة الطيبة القلب للمملكة. معركة الذكاء القادمة بين النور والظلام على وشك أن تبدأ. عزمت آيسلا على المشاركة لتصبح قطعة الشطرنج التي تحصل على أعلى نتيجة، أي الملك. آيسلا، أنت موهوبة للغاية. كل هذا بفضل توجيهاتك خلال هذا الوقت. في المباراة القادمة، إذا خسر النور سيخضع بالكامل لمملكة الظلام. يقع الآن أمل المملكة على عاتق بيزلي، وفقط آيسلا أقرب صديقة لبيزلي هي التي تفهم معاناتها. لماذا يرغب شخص نبيل مثلك في أن يصبح صديقاً لشخص عادي تافه مثلي؟ هل تتذكرين هذا الفارس؟ منذ عامين كان من المفترض أن تضحي بيزلي بنفسها لحماية ثيودور، لكن آيسلا بصفتها فارسة تلقت تلك الضربة نيابة عنها. خسروا المباراة وفقدت آيسلا ذاكرتها. تأثرت بيزلي بشدة واهتمت بآيسلا، ولم تنسى لطفها أبداً. تعتقد أن آيسلا هي مفتاح انتصارهم. قامت بيزلي بتدريب آيسلا وتوجيهها على نطاق واسع. أعظم مخاوفي هو ألا يتم تعييني كقطعة شطرنج قوية، بل كقطعة ضعيفة وغير مفيدة مثل البيدق. بغض النظر عما يحمله القدر، فأنت الشخص الأكثر شجاعة وذكاء الذي قابلته على الإطلاق. آيسلا تستعيد بعض الثقة. وأخيراً تجري مباراة الشطرنج المصيرية. إن مملكة الظلام واثقة جداً من قدرتها على إخضاع مملكة النور بنجاح، ومع ذلك فإن خططهم تعطلت عندما يأتي يوم المعركة الفكرية ويتم تعيين آيسلا بشكل عشوائي لتكون بيدقاً. تشعر آيسلا وكأن عالمها ينهار. إذن كل الجهد والتدريب الذي بذلته طيلة الأشهر الماضية ذهب سدى. إنها تعتقد أن كونها بيدقاً يعني أنها قطعة شطرنج ضعيفة وأقل فائدة، وتبدو فرصها في تسجيل الأهداف وابتكار الاستراتيجيات للفوز معدومة تقريباً. تقف آيسلا على رقعة الشطرنج وتبدو مستعدة للتخلي عن كل شيء. تلقي نظرة على بيزلي التي تقف بجانب ثيودور.
لا يهتم ثيودور بالفوز أو الخسارة، فهو سيحمي حياته بأي ثمن. على الرغم من تشجيع بيزلي، إلا أن آيزلا تريد الاستسلام على الفور. مصيرها يقع مرة أخرى في يد ثيودور. يقوم ثيودور على الفور بدفع البيادق إلى الأمام. بالنسبة له، سواء ضاعوا أم لا، فإن البيادق لا تهم. مملكة الظلام تهاجم مثل العاصفة. تشعر آيزلا بالإرهاق واليأس، وهي تشاهد زملائها من قطع النور يضحون بأنفسهم واحداً تلو الآخر. لا يزال ثيودور يستمتع دون أن ينتبه. تشعر آيزلا بالإحباط عندما يدفعها ثيودور بعيداً. تم إيقافها بواسطة بيدق الظلام من الجانب المعارض. في هذا الوضع تصبح آيزلا عرضة لتهديد القلعة المظلمة. تغلق آيزلا عينيها في انتظار مصيرها. هل ستقوم بيزلي بالبحث عنها وتكوين صداقات معها من الصفر؟ أم أنها ستنسى أمرها وتدرك أن آيزلا لم تعد تستحق أن تكون صديقتها بعد الآن؟ منغمسة في الأفكار السلبية، آيزلا لا تدرك أن بيزلي انتقلت إلى جوارها. بيزلي، من فضلك عودي إلى وضعك الآمن في الأسفل. أنت ملكة عظيمة، لا ينبغي لك أن تضحي بنفسك من أجل بيدق متواضع مثلي. بيزلي، عودي إلى هنا. لا. آيزلا، سأكون هنا دائما لحمايتك. يمنع وجود بيزلي الظلام من التقدم. آيزلا في مأمن، ومع ذلك لأن بيزلي تحدثت إلى ثيودور، فإنه يعاقبها بالسماح لها عمدا بالهزيمة على يد فارس الظلام. في جميع أنحاء الجانب المضيء يسود الصمت، لأنهم فقدوا ملكتهم. لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك. بيزلي، أنا آسفة، نقطة البداية لا تهم. ما يهم هو مدى المحاولة التي بذلتها. كلمات بيزلي تجعل آيزلا تعيد النظر في أهدافها الأولية. لا يمكن لشخص مثل ثيودور أن يقترب من العرش أبداً. أشرق بريق الأمل في عيني آيزلا عندما كانت مصممة على الخروج منتصرة في هذه المعركة المصيرية. اشتعلت عزيمة آيزلا وواصلت المضي قدماً. ثيودور هو ملك أناني، إنه يهتم فقط بنفسه وليس ببقاء شعبنا. لا ينبغي لنا أن نضحي من أجله بعد الآن، بل من أجل عائلاتنا ومملكة النور. لمست كلمات آيزلا قلوب الجنود، فلم يعودوا يريدون أن يكونوا دمى بالعقل. وضعت آيزلا استراتيجيات بصمت، وأرسلت فارساً من فصيلها للقضاء على القوى المظلمة التي تعرقل طريقها. مع عدم وجود المزيد من العوائق في طريقها، واصلت آيزلا التقدم. لم يكن بإمكانها الاستسلام الآن، ولم يكن بإمكانها ترك نصيحة بيزلي تذهب سدى. وفي هذه الأثناء ظل ثيودور مختبئاً، ولم يعد جنوده يتبعون أوامره. ربما تكون آيزلا وحدها القادرة على تحقيق أحلام شعب مملكة النور. أصبحت آيزلا لاعبة استراتيجية، وحصلت على أكبر عدد من النقاط لفريق النور. وبعد جهودها الحثيثة وصلت أخيراً إلى نهاية رقعة الشطرنج. وقفت عند مفترق الطرق لتصبح الملك أو الملكة. بعد معركة شاقة، أصبح هذا الاختبار الآن واضحاً أمام آيزلا. قد يكون الملك هو القطع الأكثر أهمية، لكن الملكة هي الشخصية الأقوى. لم تستطع آيزلا أن تخذل شعبها. عانت المملكة البيضاء لفترة طويلة جداً، فاختارت آيزلا أن تصبح الملكة. على الفور انتقلت الميزة إلى مملكة النور. كانت آيزلا مليئة بالسعادة. قامت بحركة أخيرة قوية، وضعت خصمها في وضعية التشيك ميت. مع اقتراب الموعد النهائي الذي يبلغ 90 دقيقة، استسلمت قوات الظلام أخيراً. حققت آيزلا النصر
واحتفلت المملكة البيضاء بانتصارها الصعب بعد عقد من النضال. احتفظ الملك فيودور عديم الفائدة بعرشه، ولكن لم يعد أحد يهتم بكلماته، تحول إلى مجرد متفرج. تم الترحيب بأيزنا بحرارة من قبل الجميع، ولكن في هذه اللحظة كانت تهتم بشخص واحد فقط. هرعت أيزلا إلى المستشفى لتلتقي بيزلي المصابة بجروح بالغة. بيزلي، أنا آسفة. من أنت؟ أنت الشخص الذي علمني درساً بعدم الاستسلام أبداً. بغض النظر عن مدى تواضع نقطة البداية لدينا، تعيد أيزلا بناء صداقتها العميقة مع بيزلي وتصبح ملكة مسؤولة. ويواصلون تدريب وإعداد شعبهم للمعارك المستقبلية. الجميع متحدون نحو المستقبل، حيث تستعيد مملكة النور مجدها الكامل. بعد معاركها مع أريال في العالم الحقيقي ومع سيرسي في عالم الروح، بدأت الساحرة مادلين تقلق بشأن الأسوأ. بشكل غير متوقع أظهرت روح سيرسي علامات الصحوة ضدي. يجب أن أعد طريقي للعودة من خلال إنشاء هيئة جديدة لهذه مادلين. حان الوقت لأسماك القرش لتكريس قوتكم لي. دعونا نفترق ونجد كل المكونات التي أحتاجها في كل مكان في هذا المحيط. من لا يستطيع القيام بهذه المهمة سأعاقبه شخصياً. في الأيام التالية كافحت أسماك القرش للانقسام عبر المحيط الشاسع بحثاً عن جميع المكونات التي احتاجتها مادلين. الشخص غير المحظوظ الذي لم يقم بمهامه تلقى غضباً رهيباً من مادلين. بمشاهدة هذا المشهد أصبحت أسماك القرش تخشى أكثر وأكثر من محبوبتهم القاسية. في ذلك الوقت كانت أريال وأصدقاؤها يجتمعون لمناقشة خطة العمل التالية في قاعدتهم. أعتقد أننا بحاجة لطرد روح مادلين من سيرسي وإلحاق الهزيمة بها، ثم سيتم إنقاذ سيرسي والمحيط المتجمد، وسوف ندعمك أنا ودولفين للتعامل مع مادلين. لسوء الحظ ليس لدينا حجر الروح هنا، له تأثير خاص على جميع أرواح البحر. انتظروا، أشعر بقوة كبيرة تقترب منا. اتضح أن ملك البحر بوسايدن هو من أحضر شخصياً حجر الروح لدعمهم. أرسلت جنوداً بالقرب من القطب الشمالي دون أن يعلم أحد، ثم أحضرت سراً حجر الروح هنا. أبي، إذن لم تكن سيرسي بل روح مادلين هي التي سيطرت عليها وتسببت في كل شيء. مع مادلين الذكية يجب أن تكوني على أهبة الاستعداد. يجب أن يكون لديكم خطة مثالية. كيف يمكن لأريال اقتحام عرينها دون علمها؟ لدي طريقة، دعونا ننادي سمك القرش الصغير أندي، سيساعدنا في اقتحام عرين مادلين. فكرة جيدة دولفين، رائع، سنوافق على تنفيذ هذه الخطة. بالحديث عن أندي، لأنه الأصغر في المجموعة فإن عمله ليس كثير، لذلك لا يزال بإمكانه التسلل. في ذلك اليوم جاء دولفين سراً لرؤية أندي. أندي، نحن بحاجة لمساعدتك للتسلل إلى حيث تختبئ مادلين. لقد رأيت قلب مادلين الشرير، استخدمتنا وأساءت معاملتنا. أريد أيضاً أن يعود البحر إلى ما كان عليه من قبل. تعيش أسماك القرش بسعادة مع الأنواع الأخرى. سأساعدكم يا رفاق. أعاد دولفين أندي وسعدت أريال وسانسا بالترحيب بهم كما كان مخططاً. حولت أريال دولفين إلى سمكة قرش، وأصبحت هي وسانسا محاربات كورية البحر وأتباع مادلين. قاد أندي أصدقاؤه للتسلل إلى منطقة قصر القطب الشمالي، حيث يخضع أتباع مادلين لرقابة صارمة. عند الوصول إلى الحاجز، حاول أندي إقناع القائد بالسماح لهم بالمرور. ظنوا أنها آمنة، لكن فجأة غير القائد رأيه. انتظروا أيها الفتاتان، توقفوا. أريال، إذا تعرضنا للخطر، استمري في الذهاب إلى عرين مادلين. سأبقى وأتعامل مع هؤلاء الحراس. مبتدئين، جيد، أنتما الاثنتان تبدوان جميلتين جداً، هل تريدان التسكع معي؟ حسناً، أجل، أراك لاحقاً. تنفست أريال وسانسا الصعداء، كانوا على وشك الاستمرار عندما ظهر الأخطبوط من العدم وأمسكت مخالبه بقبعة سانسا ورفعتها. إنها هي الأشخاص الذين تبحث عنهم المحبوبة سيرسي، اقبضوا عليهم. أندي، أريال، اهربوا أولاً، سأبقى وأوقفهم.
لن يطاردهم أحد بعد الآن. أنا خصمكم. هنا توجد السيدة. لا، مادلين مختبئة. كونوا حذرتين، سأقف حارسا خارج الباب. في هذا الوقت كانت مادلين في المراحل الأخيرة من إنشاء جسم جديد لها. ظهر جسد أنثى حورية البحر، تبدو هامدة ومخيفة للغاية. ما زلت بحاجة إلى عنصر نهائي آخر لإكماله. إنها دماء عدوي. لهب حجر البحر، أليس بيدي آريال؟ وأين آريال الصغيرة؟ مادلين، أنت وأنا سنضطر إلى وضع حد لكل هذا. يا إلهي، ما الذي صنعته؟ أخبريني. هذا جسدي، مادلين الجديدة على وشك العودة إلى الحياة. لم يتبقى سوى مكون واحد وهو دمك. الآن بعد أن أصبحت هنا لست مضطرة للبحث عنك بعد الآن. على الفور ألقت مادلين هجوماً بالحجارة الجليدية التي ملأت المنطقة المحيطة بالجليد، وتجمدت آريال في مكانها. سهل جداً. إذن لدي آخر مكون لإحيائي، دم عدوي. بعد الحصول على المكونات الضرورية أضاء جسد حورية البحر وفتحت عيناها ببطء دموي، وهو أمر مرعب. أخيراً استيقظ جسدي الجديد تماماً. الآن فقط بحاجة إلى نقل روحي إلى هذا الجسد الجديد. لا، لن أدعك تنقلي روحك بسهولة إلى جسدك الجديد. يا روح البحر، ساعديني. بقوة حجر الروح انتقلت ساحة المعركة فجأة إلى عالم روح سيرسي. أخبريني، ما هذا؟ لماذا نحن هنا؟ سيرسي، استيقظي بسرعة. أنا آريال، سأساعدك على الخروج من هنا. آريال، هل أنت هنا لإنقاذي؟ شكرا جزيلا لك. فأرتان ملعونتان. في ذلك الوقت في العالم الحقيقي، عندما كانت سانسا ودولفين تقاتلان بشدة، قاد بوسايدا جيشه إلى المكان. سانسا، دولفين، لا تخافا، نحن هنا لمساعدتكم لإنقاذ القطب الشمالي. هزموا بسرعة أتباع مادلين، ثم ساروا نحو قصر القطب الشمالي. هرع سمكة القرش برادو إلى الكهف لتحذير أصحابه، لكن سمكة القرش الصغيرة آندي أوقفتهم. برادو، دعنا نتوقف عن اتباع أوامر مادلين الشريرة. ألم ترى كيف عاملت زملائها؟ تذكر كيف عاقبت مادلين أسماك القرش الأخرى، وبدأت أسماك القرش في التوتر مرة أخرى في ساحة المعركة في عالم روح سيرسي. تهمت المعركة بدراما. أوه لا، لا أستطيع الخروج. لابد أن القطب الشمالي في الخارج قد تغير. كيف أهرب من عالم الروح هذا؟ فجأة لاحظت مادلين أن حجر الروح يطفو فوقها، وسرعان ما فهمت المشكلة. أوه، هذا كيف هو؟ لدي طريقة للخروج من هنا. أعادت مادلين توجيهه لمهاجمة حجر الروح، وتقبلت أن تؤذيها آريال وسيرسي. أصيب حجر الروح بالشلل المؤقت وظهر صدع، وسرعان ما ركضت مادلين من خلال الشق واختفت. ركضت آريال لتحرير روح سيرسي المحتجزة. رائع، أنا حرة مرة أخرى. شكرا لك يا آريال، أنقذتني وأنقذت مملكة القطب الشمالي. أنا آسفة، بسبب الكثير من الطموح استمعت إلى تحريض الساحرة المظلمة، مما تسبب في الكثير من المتاعب للقطب الشمالي وعالم المحيط. من الجيد أنك تدرك ذلك. لا تقلقي، الجانية هي مادلين، لن يدير الناس ظهورهم لك. تعالي، دعينا نعود إلى العالم الحقيقي. عندما عادت آريال وسيرسي للعالم الحقيقي، لم يستطيعوا رؤية مادلين وجسم حورية البحر الغريب. احتفى
عثرت روح مادلين وجسدها الجديد على شكل الحورية البحر. في غضون ذلك أنقذ الملك بوسايدن وسانسا القطب الشمالي باستخدام حجر شعلة البحر لكسر الجليد في القصر. عاد القصر إلى طبيعته وتم إنقاذ القطب الشمالي بالكامل. أبي، أنا آسفة، آسفة للجميع على كل المتاعب التي سببتها. مع العلم أن الجاني كانت روح مادلين، غفروا جميعاً لسيرسي. كل شيء على ما يرام، فقط مادلين نجت بجسدها الجديد حورية البحر، ولا أحد يعرف أين ذهبت. لا تزال تسيطر على ترايدنت وحجر الجليد. عندما كانت مادلين في جسدي، سمعت ذات مرة روحها تقول: ما هذا؟ أوه نعم، إنه الهوركروكس. لا أعرف ماذا يعني ذلك. على الرغم من أنهم طردوا روح مادلين من جسد سيرسي، إلا أنهم اضطروا الآن لمواجهة مادلين الأكثر قوة وغموض. ما الذي ينتظرهم في المستقبل؟ دعونا ننتظر الأجزاء التالية. الحلقة السابقة، بسبب أخذ مخالب هيل الشيطانية لجوليا، فقد إيثان وجوليا زخمهما وسقطا على الجرف. كيف يمكن لإيثان أن ينقذ جوليا هذه المرة؟ دعونا نستكشف التطور التالي مع وفيري تيلز. لحسن الحظ وبفضل أغصان الشجرة، سقط الاثنان في شاحنة القش التي كان إيثان قد ركبها في وقت سابق. كانت جوليا وإيثان بأمان في شاحنة القش. خافت جوليا من سيدة الموت هيل، لكن إيثان طمأنها. ماذا علينا أن نفعل؟ لن تسامحني. يمكنك أن تطمئني، لأن سيدة الموت هل تعتقد أنك مت بالتأكيد عندما سقطت من هذا الجرف العالي. لن تطاردك بعد الآن. لكنها لن تتوقف عن مهاجمتي. أنت أول شخص أقبله قبلة سيد الموت، لذا أنا الوحيد الذي يمكن أن أرسل روحك عبر البوابة السحرية للجحيم. لا يسمح لسيدة الموت الأخرى بالتدخل. تحاول سيدة الموت هيل فقط فصل روحك عن جسدك لإجباري على إكمال هذه المهمة. لقد تحديت الخطر لمساعدتي في تحقيق أمنيتي الأخيرة. أنا ممتنة جداً لذلك. لا تقلق، أعدك بأنني لن أكذب أو أخدعك من الآن فصاعداً. سأقبلك طواعية عندما أحقق رغبتي. أجل، هاي جوليا، أنت مصابة، دعيني أساعدك. لم يهرب إيثان من الخطر ضد هيل لإنقاذي. كان حتى على استعداد لمساعدتي في تحقيق أمنيتي الأخيرة. إيثان هو سيد الموت الجيد بالنسبة إلى هيل، تماماً كما توقع إيثان. كانت هيل موضوعية وغادرت دون أن تتحقق مما إذا كانت جوليا ميتة أم لا. الوقوع في هذا الجرف العميق، كيف يمكنها البقاء على قيد الحياة؟ إيثان، هذا كل ما يمكنني مساعدتك به. إعادة تلك الروح كان واجبك، ولم أستطع التدخل في هذا. لا تنسى أن تشكرني. بحلول الصباح وصلوا إلى مسقط رأس جوليا. أخذت جوليا إيثان إلى معبد حيث لا يمكن للموت أن يدخله. بما أن إيثان لم يسحب روحاً أبداً، لم يكن لديه قوة مظلمة، ولهذا السبب كان لا يزال يستطيع الدخول. لنذهب، سأخذك لرؤية الرجل العجوز المسؤول عن المعبد وأخي. في المعبد كان هناك حارس المعبد وأخوها الأصغر. لم يرى أي منهما إيثان. عند رؤية جوليا ركض كلاهما بسعادة لمقابلتها. بعد مقابلة الجميع مرة أخرى، جاءت جوليا إلى إيثان وتحدثت عن حياتها. عند الاستماع إلى جوليا علم إيثان بمحنة جوليا. الفتى الذي رأيته سابقاً هو أخي. مات والداي، ولأنني لم أستطع تربيته وحدي، أرسلته إلى هذا المعبد وذهبت للعمل بعيداً لكسب المال. عندما أجمع ما يكفي من المال، سأحضر لأخذه للعيش معي. اتضح أن جوليا تعمل في الحانة وتلعب ألعاباً محفوفة بالمخاطر لكسب المال بسرعة. سوف أموت. عهدت بكل الأموال التي أكسبها إلى أخي. كانت تلك هي أمنيتي الأخيرة. لم أتوقع أن تكون أمنية جوليا الأخيرة صغيرة جداً. بينما ظل إيثان صامتاً،
أزعجته جوليا لكسر حاجز الصمت. تبدو وسيما جدا، لو لم تكن سيد الموت فربما أكون صديقتك. برؤية الأطفال متجمعين بسعادة حول جوليا، أدرك إيثان أن جوليا لم تكن مجرد فتاة قوية على استعداد لرعاية شقيقها، ولكن أيضاً شخص لطيف ومحبوب. تذكر إيثان الأحداث الماضية بينه وبين جوليا حول ابتسامة جوليا وشخصيتها. لم تهتم بخطر إنقاذه من النمر. ليس هذا فقط، ضحت أيضاً من أجل عائلتها. هذا جعله أكثر ارتباكاً وعدم استعداد لتنفيذ مهمته على الرغم من نفاذ الوقت. في تلك الليلة تحدث الاثنان عن أشياء كثيرة. إيثان، ماذا لو انتهى الوقت؟ إذا أخذت روحك بعد أكثر من 36 ساعة من كتاب الموت المحدد مسبقاً سأخضع للعنة السيد القديم. لعنة السيد القديم هي لعنة كانت موجودة منذ العصور القديمة حتى قبل أن يولد والدي. إنها لعنة لا يريدها أحد لأن الثمن مرتفع جدا. سيأخذ السيد القديم روح الإنسان مباشرة، سيد الموت الذي كسر اللعنة. أنا لأنك وعدتي وأعلم أنك لست من هذا النوع من الأشخاص. أنا أصدقك. شعرت جوليا بالارتباك عندما قال إيثان أنه صدقها. سرعان ما استخدمت عذرا لإنهاء القصة. أنا أشعر بالنعاس، سأعود إلى غرفتي. على أي حال هذه آخر ليلة لي في هذا العالم. عندما أستيقظ في صباح الغد سأقبلك كما وعدت. عند عودتها إلى غرفتها كانت جوليا تتقلب وتتقلب، وكانت غير قادرة على النوم. مر وقت طويل منذ أن رأيت أخي. عندما أفكر فيه لا أريد أن أتركه وشأنه. هل يجب أن أغادر لمواصلة العيش أم أبقى هنا؟ لأني وعدت إيثان بأنني لن أكذب عليها. أنا أصدقه. ليس هذا فقط، ضحت أيضا من أجل عائلتها. أخيرا بعد لحظة من التردد غادرت جوليا مرة أخرى في صباح اليوم التالي، ولكن لم يتم العثور على جوليا في أي مكان. كان محبطا وحزينا. مع ذلك هذه المرة لم يكن إيثان غاضباً ولكنه تعاطف معه. من لا يريد أن يعيش؟ أعرف لماذا غادرت جوليا مرة أخرى. الوقت ينفذ، لا أعرف أين أجدها بعد الآن. لحسن الحظ غادرت لأنني لن أستطيع أداء قبلة الموت معها. أفضل كسر اللعنة. في الجحيم لاحظ قابض الأرواح تقلبات كتاب الموت. فريسة إيثان لا تزال على قيد الحياة. الموعد النهائي أوشك على الانتهاء. لابد من البحث عن إيثان الآن. ذهب بسرعة ليجده. أبي إيثان، لماذا ما زلت جالسا هنا؟ أين جوليا؟ لا يمكنك خرق القانون. لا أستطيع أن أقبل قبلة الموت مع جوليا، لا أستطيع. عندما كان الموعد النهائي على وشك الانتهاء بدت سلاسل مظلمة من الأرض وكأنها تلتف حول إيثان، وظهر شبح الموت خلف إيثان. كان هذا هو السيد القديم. حان وقت الرحيل إيثان. كان السيد القديم على وشك أن يأخذ روح إيثان عندما اندفع قابض الأرواح للدفاع، لكنه لم يستطع أن يعاني لفترة طويلة. أبي، في تلك اللحظة الحاسمة جاءت جوليا من شجرة قريبة وقبلت إيثان. اتضح أن جوليا كانت ستغادر مع شقيقها، لكن لم يكونوا بعيدين. واختبأت جوليا خلف الأدغال بالقرب من المعبد وشهدت كل شيء. لا أستطيع أن أهرب هكذا إلى الأبد. ساعدني إيثان في تحقيق أمنيتي الأخيرة. يجب أن أفي بوعدي له. إلى جانب ذلك فإن إيثان هو سيد موت جيد، لا يستحق هذه اللعنة. في النهاية اختارت العودة. أرجوك ابقى هنا. Thank you.
جميلة تخطو بداخلها. دعونا نتعرف على ذلك في قصة وو فيري تيلز اليوم. ذات مرة في مملكة سويلاند الجميلة مع المنازل والقلاع الذهبية التي كانت تقع تحت الأرض بسلام، عاش سكان المملكة حياة سعيدة وهادئة في ظل حكم الملك والملكة الحكيمين. كان لديهم أميرة جميلة اسمها جليندا، عاشت سعيدة مع والديها حتى يوم من الأيام عندما مرضت الملكة بشدة وتوفيت. جليندا، يؤسفني أنني لا أستطيع البقاء معك والعناية بك بعد الآن بعد وفاتي. تذكري أن ترتدي هذه القلادة، ستكون بمثابة سحر الحظ لحمايتك بدلاً مني. بعد وفاة والدتها جعل والدها فتاة ساحرة أخرى تصبح ملكة بعد وقت قصير. تظاهرت الأم الجديدة وكأنها تحبها، ولكن في الواقع أرادت فقط طردها، لذلك حاولت دائماً إيذائها. في سويلاند شيد الملك درجاً حلزونياً مرتبطاً بالعالم البشري، تم فتح هذا الباب مرة واحدة فقط كل 1000 عام، وكان ذلك بالصدفة في عيد ميلاد جليندا 18. لذلك طلبت من والدها القيام برحلة إلى عالم البشر. أبي، إنه عيد ميلادي 18 اليوم وأنا بالغة رسمياً، هل يمكنك السماح لي بالذهاب إلى عالم البشر؟ حسناً أيتها الطفلة، يمكنك الذهاب إلى هناك لتوسيع نطاق تفكيرك قليلاً، ولكن عليك العودة قبل الساعة 5 مساءً، وإلا فسيتم إغلاق الباب حتى بعد 1000 عام. وبرؤية فرصة جيدة، سرعان ما وجدت زوجة الأب طرقاً لجعل جليندا عالقة في العالم البشري ولا يمكنها العودة إلى المنزل. تسللت إلى غرفة جليندا، أمسكت خنفساء أليف لديها وأطلقتها في العالم البشري مع جليندا. خطت جليندا إلى عالم الإنسان بعين مليئة بالفضول والذهول. نظرت إلى الزهور على طول الطريق والأشجار والحيوانات الغريبة. أثناء مراقبة أشياء جديدة، رأت خنفساؤها تطير بالقرب منها ثم طاردتها لإحضارها إلى المنزل. تم نقل جليندا بعيداً مع الخنفساء التي نسيت أنها كانت حوالي الساعة 5 مساءً. ركضت مسرعة إلى الباب، لكن لسوء الحظ أغلق الباب عندما وصلت إليه. لم تصل جليندا إلى منزلها ووقعت في عالم البشر. تجولت بلا هدف في العالم البشري حتى تعبت وسقطت على شجرة على الطريق. في تلك اللحظة مر زوجان عجوزان كانا يجمعان الحطب ورأوها. سألوها عما إذا كانت على ما يرام ودعوها إلى منزلهم. مسكينة، أيتها الفتاة الصغيرة، هل تريد العودة إلى منزلنا؟ وافقت جليندا التي كانت وحيدة ولا تعرف ماذا ستكون حياتها على الذهاب مع الزوجين المسنين إلى منزلهما. عندما جاءت هناك فوجئت بمعرفة أن منزلهم كان صغيراً ومتواضعاً حقاً وليس مثل المنازل في مملكتها. ناولها الزوجان العجوزان الطعام والشراب وسألوها عما حدث. أخبرتهم جليندا قصتها بنبرة حزينة. عند سماع قصة جليندا فوجئ الزوجان حقاً، لأنهما لم يسمعا أبداً عن مملكة سرية. بسبب تعاطفهما ورغبتهما في إنجاب طفل، طلب الزوجان من جليندا أن تصبح ابنتهما.
أيتها الفتاة المسكينة، إذا كنت لا تمانع يمكنك البقاء هنا وتصبحي ابنتنا، على الرغم من أننا لسنا أغنياء إلا أننا لن ندعك تعاني من أي شيء. تأثرت جليندا بصدق ولطف الزوجين لذلك وافقت. يوما بعد يوم ذهب والداها إلى الغابة لتقطيع الأخشاب، وبقيت في المنزل. عاشت جليندا بسلام مع والديها، لكنها في أعماقها كانت تفتقد دائما موطنها. في ذلك الوقت في سويلاند كان الملك مكتئبا جدا لأن ابنته لم تكن معه ولم ينتبه إلى المملكة. استغلت زوجة الأب ذلك للإطاحة بالملك، فقالت أن الملك حزين للغاية لأنه مرض وستكون مسؤولة عن حكم المملكة. لقد استخدمت سلطتها لفرض العديد من أنواع الضرائب والقوانين، مما جعل حياة الناس بائسة. عند رؤية أفعالها الخاطئة لم تعد خادمة والدة جليندا قادرة على الوقوف بعد الآن. في سويلاند كان هناك نوع من الأشجار يمكن أن يلمع كل يوم، كانت الخادمة تذهب هناك لتعتني به وتجعله ينمو رأسا على عقب إلى شجرة في عالم البشر. كان الغرض من هذا هو جذب الجميع بما في ذلك جليندا، لأنها كانت تعلم أن الأميرة الصغيرة كانت شخصا فضوليا. تألق جذر الشجرة بشكل غريب وسرعان ما جذب الجميع، جاءوا جميعا لرؤيته. وعرف والدا جليندا ذلك أيضا وأخبرا جليندا. فضولية بالفعل ذهبت جليندا إلى الشجرة لترى ذلك الشيء الغريب. عندما رأت جليندا الشجرة اللامعة بنفسها أدركت على الفور أنها الشجرة المميزة لمملكتها. اقتربت منها وفجأة سمعت صوتا. أميرتي الصغيرة، كنت في انتظارك لفترة طويلة وأجرؤ على التواصل معك بهذه الطريقة لأن سويلاند في خطر. زوجة أبيك قد خانت والدك وتلاعبت بالقوات، الآن يبكي الناس في كل مكان وأنت الوحيدة القادرة على مساعدتنا. كيف يمكنني العودة إلى سويلاند؟ هذه الشجرة هي مدخل سري لسويلاند، لكن عليك تجاوز 3 أبواب للعودة إلى هنا. يمكنني فقط مساعدتك بهذا، ولابد لي من العودة إلى القصر وإلا سيتم الكشف عني. ودعني يا أميرة. ذهبت جليندا إلى منزلها بعد سماع الخادمة وأخبرت القصة لوالديها وشكرتهم على رعايتهم لها في الماضي، ثم ودعتهم وعادت إلى مملكتها. توغلت جليندا في أعماق الغابة لتصل إلى الشجرة، وذهبت بداخلها لفترة طويلة حتى ظهر الباب الأول، ولكن كان أمام الباب ضفدع عملاق وكان عليها أن تتجاوزه لتفتح الباب. جاءت جليندا بفكرة فخرجت من الشجرة لتجمع بعض الحشرات، ثم عادت لتخدع الضفدع. قفزت إليه ومهدت الطريق إلى الباب تدريجياً. تحركت جليندا بالقرب من الباب ورأت مفتاحاً حيث جلس الضفدع للتو، وتمكنت من فتح الباب الأول. ولكن عندما دخلت أحاطت بها كمية كبيرة من الماء وسحبتها. أضاء المفتاح الموجود على يدها وتحول إلى فقاعة غطت رأسها، مما ساعدها على التنفس تحت الماء. سبحت جليندا في بحر شاسع لتجد الباب الثاني، ثم رأت سمكة ملونة عالقة في الطحالب. من بعيد كان هناك سمكة قرش قادمة نحوها وعلى وشك أن تأكل السمك. بشخصيتها الطيبة لم تستطع جليندا السماح لسمك القرش بفعل ذلك، وحاولت اكتشاف طرقا لمساعدة الأسماك الملونة. ثم رأت شعبا مرجانية ليست بعيدة، أتت بفكرة فوجدت جليندا حجرا وألقته على القرش لجذبه. سبحت جليندا إلى الشعب المرجانية لجذب سمكة القرش ونمت بشكل غير متساو وبالتناوب. بشخصيتها الصغيرة سبحت جليندا بسرعة للخروج، بينما كان القرش كبيرا جدا بحيث لم يتمكن من الهروب. سبحت جليندا إلى السمكة وأنقذتها من الطحالب وهربوا معا. كانت السمكة الملونة تقدر جليندا وسألتها عما إذا كان هناك أي شيء تحتاجه. شكرا لك لإنقاذي أيتها الفتاة الرقيقة، هل يمكن أن تخبريني بما تبحثين عنه؟ ربما يمكنني أن أفعل ذلك من أجلك. أخبرت جليندا السمكة بالقصة على أمل أن تساعدها بطريقة ما. اعتقدت أنه كان شيئا صعبا، ليس بالأمر المهم، أعرف مكان الباب، فقط اتبعيني وسأقودك إلى هناك. أخذتها السمكة إلى الباب، وكان أمام الباب الثاني صف من المشابك الجميلة. سبحت السمكة هناك واستخدمت ذيلها لتقرع 3 مرات على أكبر وأجمل مشبك. فتح المشبك فمه وكان بداخله مفتاحا ذهبيا. حملت السمكة المفتاح وأعادته إليها وتمنت لها رحلة آمنة.
استخدمت جليندا المفتاح الذهبي لفتح الباب الثاني. رأت غرفة مظلمة عند السير بداخلها. حاولت أن تجد طريقة وقالت مرحبا. فجأة أضيئت المشاعل. كانت أمامها صورة زوجة أبيها، وبجانبها خنفساء عملاقة، وكانت يدا خادمة والدتها مقيدتين. انظروا من هنا، أليست هذه أميرتنا الشجاعة؟ هل تعتقدي أنك تستطيعين تجاوزي؟ إنني أعفيك عن عمد مرة واحدة بحبسك في عالم البشر، لكنك الآن تتجهي نحو موتك، وسأكون سعيدة بفعل ذلك. ثم أمرت الخنفساء بمهاجمة جليندا. رأت الخادمة أن الأميرة في خطر، فجاءت لتغطية جليندا، وأصيبت بجروح خطيرة من مخلب الخنفساء. حاولت جليندا على الفور التقاط العصا الخشبية الموجودة في زاوية الغرفة، ولكن تم إزالتها بواسطة الخنفساء وسقطت أيضاً. استغلت الخنفساء هذا وحاولت ابتلاعها. استخدمت جليندا يديها لتغطية وجهها بشكل مرعب، ثم تألق العقد الذي كانت ترتديه دائماً. من ذلك انبعث مصدر للطاقة وضرب كل من الخنفساء وزوجة أبيها. في ذلك الوقت سقط المفتاح الأخير على رقبتها. انتزعته جليندا بسرعة وساعدت الخادمة على الهروب إلى الباب. أخذت زوجة أبيها سكينها وحاولت مهاجمة جليندا، لكن عندما كانت على وشك لمسها سحبتها القوة من العقد للخارج مرة أخرى. فتحت جليندا بسرعة الباب الأخير وهربت مع الخادمة، وتم حبس زوجة الأب في الغرفة المظلمة. عند دخولهما الباب الأخير أدركت جليندا أن ذلك أدى إلى غرفتها. تبين أنها كانت مخبأة خلف الستار الكبير. استخدمت ضمادة لتغطية جرح الخادمة وذهبتا لإنقاذ الملك. ذهبوا على طول الممر إلى غرفة الملك واكتشفوا أنها مغلقة. جربت الخادمة وجليندا كل الطرق لكسرها. في ذلك الوقت تألق المفتاح الذهبي في يد جليندا. أمسكت به بشكل مفاجئ وحاولت وضعه في القفل. هذه المرة نجحت، ورأى الملك ابنته أمامه ففرح وعانقها. ذهبوا جميعا إلى خارج القصر، وكان الحراس سعداء حقا برؤية الملك والأميرة يعودان، وجلسوا جميعاً وأشادوا بهم. كان الملك يشيخ، لذلك تخلى عن العرش من أجل جليندا. منذ ذلك الحين كانت مملكة سويلاند تحت حكم جليندا، مزدهرة وسعيدة إلى الأبد. لا تحول، لا. هذا هو العالم السحري الذي ذكرته من قبل. وسابرينا ساحرة حقيقية، هل ستؤذينا؟ ساب ساحرة جيدة، بالمناسبة ساحرة بيضاء، أنقذتني مرة، سمحت لنا بالبقاء في منزلها دون شروط. حسناً، ما زلت قلقة. مع أي أصدقاء جدد؟ خاصة ساحرة. أعلم، لكن هذه المرة أنا متأكد من أن ساب جديرة بالثقة جدا. هل نتسكع في مكان ما؟ يجب أن تكون الصداقة أقرب. ماذا عن المعرض؟ معها؟ أجل. حسنا، علي أن أرتاح قليلا. سابرينا، تريدين الذهاب إلى المعرض معي ومع ساندي؟ أوه، لماذا لا؟ أنا آسفة، لم أقصد ذلك. أجل، لا شيء، فقط انسى الأمر، أنا بحاجة لبعض الوقت بمفردي، السفر حول العالم. يبدو أن ساندي لا تحبني. لا، إنها حريصة ودقيقة بعض الشيء عند تكوين صداقات جديدة، لذا هي تتصرف على هذا النحو، لكن بالتأكيد ستتقرب الاثنتان قريباً. أنا آسفة، نمت كثيراً لذا فقط تأخرت. حسناً، الوقت متأخر، هيا لنتجول حول المعرض قبل أن يغلق. حسناً. أتذكر أنتما الاثنان لا تستخدما السحر عشوائياً. فهمت،
هذه لك. ذكرت لكما للتو، والآن تستخدمين السحر؟ أنا عاجز عن الكلام. أوه، لقد تأخرنا، هيا لنذهب. يبدو أن هناك شيئاً ممتعاً، لنذهب إلى هناك. فكرة جيدة. حسناً، سنذهب هناك قبل أن نذهب إلى المنزل. المهرج لديه موهبة سحرية مثيرة للاهتمام. هذا مثل السحر، إنها مجرد خدعة، إنها مظلمة، لنذهب للمنزل. الوقت متأخر، علي أن أعود. مهرج شروق الشمس، أعطني الزهور أيضا. إلى الغد. الآن لدي عمل عاجل، يجب أن أذهب. لا، أريد الزهور. لكن لم أستطع الوصول في الوقت المناسب. بسرعة، تفادوا الأشعة. ماذا؟ ما الذي يحصل؟ شكراً لك على الرحب والسعة. قفي ورائي، لديه قوة هائلة. الضوء يؤلمني كثيراً. يبدو أنه خائف جداً من الضوء، ربما هذا هو ضعفه. سابرينا، يبدو أنه خائف جداً من الضوء، فهل يمكنك أن تجعل الشمس تشرق عليه للسيطرة عليه؟ نعم. ماذا؟ ماذا حصل؟ ألا تذكر أي شيء؟ هجمت الجميع ودمرت هذا المكان. أنا لا أعرف، في كل مرة يحل الظلام يتغير جسدي إلى شخص مختلف ويسبب المتاعب. من أين لك هذه القلادة؟ أشعر أن هناك طاقة مظلمة تنبعث منها. حصلت على هذه القلادة ذات مرة عندما كنت أتجول في المعرض، واكتشفت أن سيدة غريبة أسقطتها. أخذت العقد، كنت على وشك إعادته ومناداتها، لكنها اختفت فجأة. احتفظت به معي في حال تمكنت من العودة في أي وقت. ربما هذا هو سبب تحولك. اسمح لي أن أجرب سحري لأزيله. حسناً، الآن عندما يحل الظلام لن تتحول إلى شخص آخر. أوه، صحيح؟ شكراً جزيلاً لك. سابرينا، أنا آسفة لعدم معاملتك جيداً من قبل. بفضلك تم إنقاذي أنا والجميع هنا، بفضل ذكائك الذي أدرك ضعفه ومساعدة أليكس، تمكنا من تحرير الجميع. إذن دعونا نذهب إلى المنزل ونقيم حفلة، لكن أولاً دعونا ننظف المعرض مع السيد سانرايز. بعد مساعدة أختها على الفرار مع دومينيك، حكم على يولانث بالسجن، لكنها لا تزال سعيدة بقبول العقوبة، لأنها اعتقدت أنه طالما كانت آيريس سعيدة فإنها على استعداد للمعاناة. ومع ذلك لم تكن تتوقع أن أختها لن تكون سعيدة كما كانت تتمنى، لكنها تعرضت للأذى من قبل الشياطين. كانت مستاءة للغاية من دومينيك لعدم قدرته على حماية أختها. مرت السنوات وتم إطلاق سراح يولا.
ومع ذلك لا تزال غير قادرة على التغلب على ألم فقدان أختها الحبيبة. عندما سمعت أن دومينيك كان على وشك أن يصبح شيطان الموت، أصبحت أكثر غضباً. تعرضت أليس للأذى بسببه وعوقبت، لكنه يستطيع أن يعيش بلا مبالاة؟ هذا ليس عادلاً، لن أسمح له بالرضا. عند تتويج دومينيك، تظاهرت يولان بالمجيء لتهنئته قبل إقامة الحفل. جاءت يولان لتجد دومينيك. كان دومينيك سعيداً لأنه اعتقد أن يولان تركت الماضي وتمكنت من المضي قدماً. بعد الدردشة لفترة، أخبرت يولانث دومينيك أنها سمعت بقوة المنجل وتريد رؤيته. عند الاستماع إلى طلب يولانث، وافق دومينيك على اصطحابها لرؤية المنجل. بينما كانت يولانث معجبة بالمنجل القوي، كان على دومينيك العودة لمواصلة التحضير للحفل. كان هذا المنجل مميزا جدا، أود أن أرى أكثر من ذلك بقليل، فقط دعني هنا، سأغادر لاحقا. حسنا، ابقي هنا، سأراك لاحقا. شكرا لك، لكن بدون أدنى شك. غادر دومينيك تاركا يولانث وحدها مع المنجل. انتهزت يولانث الفرصة وأخذت المنجل القوي وغادرت. لكن لأنه كبير جدا، لم تستطع إخفاؤه عن شياطين الموت. لم يكن لديها خيار سوى استخدام المنجل للرد. عند سماع ضوضاء عالية، وصل دومينيك على الفور لإيقاف يولانث. لماذا تفعلين ذلك؟ هل تريد أن تعرف؟ لقد أذيت أختي، أنت لا تستحق أن تكون شيطان الموت، سأجعلك تدفع. قائلة ذلك، هاجمت مرارا وتكرارا تجاه دومينيك. لم يكن دومينيك يريد أن يؤذيها، لذلك لم يقاوم، لكن فقط تفادى هجماتها. ثم أصيب بلا مبالاة وأصيب بجروح خطيرة. مع ذلك انخفضت قوة يولانث أيضا بسرعة كبيرة دون سبب. شعرت أنها لا تستطيع تحمل ذلك بعد الآن، حاولت الهرب. يا رفاق، لا داعي لمطاردتها، هذا خطأي، دعوني أتعامل مع هذا بنفسي. بعد الجري لفترة من الوقت، كانت يولانث منهكة بالفعل. بعد أن أنقذها دومينيك، تعافت يولانث تدريجياً. يمتص هذا المنجل طاقة الشخص الذي يستخدمه، إذا لم تكوني قوية بما فيه الكفاية فقد يبتلعك. ليس عليك أن تظهر الشفقة علي. أعتذر عن عدم تمكني من حماية آيريس، أنا أيضا حزين جدا ومعذب لفقدانها. لكن بالنسبة إلى والدو، يجب أن أعيش جيدا. الطفلة التي ضحت آيريس بحياتها من أجل حمايتها، وكانت أيضا إرادتها الأخيرة. بما أن والدو يمتلك مصدرين للقوة، فإن الشياطين يضعون عينيهم عليه باستمرار. أحتاج إلى أن أصبح الملك بالمنجل القوي لحمايته، أرجوك افهمين. بعد الاستماع إلى تفسير دومينيك، أدركت يولانث أنها تجاوزت الأمور لدرجة أنها أساءت إلى نفسها. اقتلني، يمكن للمنجل القوي أن يقتل أي روح، حتى الملوك. لماذا أنت؟ لقد تم إطلاق سراحي للتو، لكني الآن أخطأت في أرض الموتى. عندما أعود بالتأكيد سأعاقب بشدة. لا أريد أن أسجن بعد الآن، أرجوك ساعدني لأتحرر. حسناً، إذا أردت سأساعدك. عاد دومينيك المنجل إلى أرض الموتى وأكمل مراسم التتويج ليصبح سيداً موتى.
آيريس، يمكنك الآن أن ترقدي بسلام. أنا الآن قوي بما يكفي لحماية الطفل ناوالدو والأشخاص الذين تحبينهم. ها؟ هذه جوهرة سحرية، خذيها إلى نهاية الأرض وانزلي. سيساعدك هذا على إخفاء نفسك من أي شخص، حتى الأسياد والشياطين. لن أسمح لسيد الموت بالدخول إلى تلك الأرض. سأصرح للجميع بأن المنجل قد التهمك، ومن الآن فصاعدا لن يكون هناك يولا. أنا دومينيك، قد وعد بحماية أولئك الذين أحبتهم أيضا، ولكن في اللقاء التالي مع يولاند هل يريد كسر كلمته؟ دعونا ننتظر ونرى في الأجزاء التالية. ثور، اعتني بإلينا، سوف أعود. بعد 15 عاماً طويلة كبرت الطفلة التي تدعى إلينا لتصبح فتاة جميلة وقوية، ومع ذلك لا تزال إلينا لا تعرف شيئاً عن والدها. ما الأمر يا فتاة؟ متى سأتمكن من مقابلة والدي؟ عندما تكوني قادرة على رفع تلك المطرقة، ألم أخبرك بذلك؟ لكن لا أحد في القرية يمكنه رفعها، تعلمين ذلك؟ إلينا، الشخص الجدير فقط يمكنه رفعها، وترك والدك الأمر لك. أنا متأكدة من أنه يثق بك كثيراً. أمي، هذا الكلام هراء. أنت لا تقولي من هو أبداً، أنت لا تقولي متى سيعود. ثور، متى سوف تعود؟ بعد العودة إلى أسغارد مع أودين، تزوج ثور وسيف وشكلوا تحالفاً بين البلدين لمحاربة العمالقة. سيف، كيف هو حال ثور؟ جلالة الملك، نجح في صد عمالقة فروست، ربما سيعود إلى أسغارد قريباً. حسن جداً. ثراد، ماذا أعددت ليوم غد؟ لقد تدربت بشدة، سأفوز بالتأكيد بالمسابقة. لحسن الحظ، أنا حقاً أعلق أمالي عليك. أتمنى أن يقول والدي نفس الشيء. أبي، ثور، كيف هي الحرب؟ انتهت المعركة، لن يجرؤ عمالقة فروست على استفزازنا مرة أخرى خلال 200 عام قادمة. غداً هو يوم هام من أجل ثراد، سيكون لديك كلمة. ثور، أليس لديك ما تقوله؟ لا حاجة. جدي، من فضلك لا تغضب. أنا آسف ثراد. جدي، سأعود للتحضير لمسابقة الغد. حسناً، تذكري أن تستعدي جيداً. ألست حزينة؟ سيد الشتاء لديه قلب متجمد أيضاً، هذا رائع حقاً. هيلا، من الأفضل أن تركزي على مسابقة الغد. ابنة ثور، لماذا دائماً يهتم بك أودين؟ بينما أنا هيلا ابنة لوكي، وهو أيضاً سليل أودين، لماذا لا أتلقى اهتمامه؟ حسناً، سأرى ماذا ستكون هذه الغطرسة. في يوم المنافسة كان من المقرر أن تكون هيلا وثراد ثنائياً يتنافسان ضد بعضهما بسبب تورط هيلا في الاختبار. لم تستطع ثراد الفوز، يا لها من طفلة فاشلة. ألم يعلمك والدك كيفية استخدام القوس بشكل صحيح؟ ربما يجب أن تكوني ابنة ثور البيولوجية لتتعلمي الاستخدام الصحيح للقوس. هذا كل ما عندك؟ هلا، هذا يكفي. سمعت أن ابنة ثور الحقيقية
يتم تدليلها في عالم البشر. من يدري، إنها مناسبة لتحل محل سيدة الشتاء، أليس كذلك؟ ستكون هناك دراما رائعة. هيلا، نحتاج أن نتحدث. مرتبكة من كلمات هيلا الساخرة، بدأت ثراد تغرق أكثر في خيبة أملها من والدها ثور. وأصبحت الأمور أكثر خطورة عندما رأت ثور لأول مرة منذ 15 عاماً وهو يبتسم بسعادة. ثور، تعال إلى هنا. في هذه اللحظة بدأت ثريد تشعر بالغيرة من أختها المنفصلة. اتخذت قراراً خاطئاً عند استخدام سلطاتها. ثلج؟ لماذا يتساقط الثلج في منتصف الصيف؟ حولت قوة ثريد العالم من صيف حار إلى شتاء بارد. ما هذا؟ في مواجهة هذا التغيير المفاجئ في الطقس، لم يكن بإمكان البشر إلا الصلاة من أجل عودة الصيف. ثراد، لماذا يحصل هذا؟ ثراد، أنا أطالب بتفسير. أرى شخصاً سيئاً وأريد أن أعاقبه. توقفي. لكن لا، لكن ثراد، اتفقنا على عدم التدخل في عالم البشر، أليس كذلك؟ القوة العظيمة المستخدمة بشكل غير صحيح ستترك الكثير من العواقب. أنت بحاجة إلى أن تعاقبي على أفعالك هذه المرة. جنود، احبسوها في السجن ليوم واحد. عرفت المكان. الشخص الذي شعر بسعادة بسبب هذا الحادث هي هيلا، لكنها لم تود أن تتوقف هناك. أها، لماذا الإبنة الحبيبة للعظيم ثور في السجن لهذا الخطأ الصغير؟ من خلال هذه الحادثة يجب أن تعرفي أنك الإبنة الفاشلة، أليس كذلك؟ أنا لست إبنة فاشلة، أنا ابنة ثور وسيف، أنا ثريد سيدة الجليد، الجميع يعرف هذا. هل علم أن ثور هو من وضع ابنته في السجن؟ أي أب سيفعل هذا؟ لو كنت أنا، لا توجد طريقة لتحمل معاملة غير عادلة على هذا النحو. هذا ليس من شأنك، جبانة. في هذه الأثناء ما زالت الأم اللطيفة لا تعرف أن هناك خطراً محدقاً عليها. أمي! ما علاقتك مع ثور؟ من أنت؟ ابنة ثور. إذن ثور لن يعود ليأخذنا؟ ماذا أنت لثور؟ أنا زوجة ثور. ثور لديه زوجة واحدة فقط، وهي أمي سيف. أمي، ميلونير هنا. إذن أنت أكثر من يحب ثور. تجرؤين على أخذ حب ثور مني؟ ما كان يجب أن أحصل عليه، ستدفعين مقابل ذلك. ها؟ من أنت؟ ولماذا تهاجميننا؟ بشر، ليس لك الحق في السؤال، سيدتك. بغض النظر عن مدى رشاقتها، كانت إلينا بلا حماية تماماً أمام ثراد. إلينا، أمك هنا. كم هذا مؤثر؟ سأدعكما تكونان معاً إلى الأبد. حب الأم خالد، لكن قلب الإبنة ليس أقل. بمشاهدة شجاعة إلينا للتضحية من أجل الآخرين، قبلت المطرقة ميلونير أن تمدها بيد المساعدة.
هذا يعني أنه من الآن فصاعداً يمكن لإلينا استخدام قوة ميلونير تماماً كما يمكن لسيد الرعد. ومع ذلك فإن المشهد بأكمله أعادت الذكريات غير السارة إلى سيدة الشتاء. كونها مضطربة ازداد غضب ثراد. أرادت أن تهزم الفتاة التي تقف هناك حتى تطمئن بأنها تستحق اهتمام ثور أكثر. لم تستسلم إلينا أيضاً. بذلت قصارى جهدها لهزيمة ثراد التي هجمتها ووالدتها بشكل غير معقول. بفضل خبرتها القتالية ومهاراتها كانت ثراد متقدمة تماماً على إلينا. قررت ثراد الضغط على مشاعرها السلبية في هذه الخطوة النهائية لتدمير كل شيء. لم تستطع إلينا السيطرة الكاملة على المطرقة، لذلك كانت الصاعقة ضعيفة للغاية. لا يمكن تدمير الفأس العملاق. لننتهي هنا. كيف تجرؤ إنسانة أن تحارب سيدتها؟ تماماً مثل ذلك. انقض الفأس الجليدي العملاق كما لو كان يريد تقسيم أمال الفتاة الصغيرة إلى نصفين، لكن لا. يوجد ضوء دائماً في نهاية الطريق المظلم. لم تكن إلينا تعلم أن الشخص الذي تدخل للتو لمساعدتها هو العظيم ثور. ثراد، توقفي. عند رؤية ما فعلته للتو وتسبب في خروج أودين، كانت ثراد خائفة للغاية. لماذا؟ لماذا تأخرت؟ كل ما يحدث اليوم السبب الرئيسي هو قراراتي، وكذلك الطريقة التي نعتني بها ونربي أطفالنا. كان خطأي أن أمنع ثور من الحصول على حبه، لكن من الضروري الحفاظ على الوجود السلمي للعوالم التسعة. ثور، هل لديك كلمة؟ ثراد، إلينا، كلاكما ابنتا ثور العظيم. على الرغم من أنكما تعيشان حياة منفصلة، إلا أنكما ما زلتما ترثان شخصيتي القوية. أتمنى أن تتمكنا من التخلص من صراع الماضي. ثراد، أنا آسف لكوني بارداً معك. قلة الرعاية الأبوية كادت أن تدعك تسلكين طريق الخطأ. كانت غلطتي. إلينا، لم أستطع أن أعتني بك. تركت فقط الميلونير كوعد لك لأنني سأعود. من الآن فصاعداً سأكون معك.